السلام عليكم ورحمه الله. مثل الاحوال شراكم الاحباب، نحكوا شويه على القناه هذه كانال 22. كانال 22 هذه تاع غني مهدي المعارض زعما. انا شك بلي القناه هذا والمعارض هذا كي دار اكسيتيرا من ورائه بيهايند هيم. انا نحو الفرنسي نديرو لونغلي من ورائه هما مخابرات فرنسيه ولا سويسريه، لان كل الامور اللي المواضيع اللي يطرحها متزامنه ومواضيع تاع سابوتاج للدوله الجزائريه. كما اليوم خير واحد الموضوع قبل ما ندخلوا في الموضوع، هذو اللي عندهم زعما نقولوا حنايا الصحافه الجزائريه واللي عندهم قنوات اكسيتيرا، ما عندهمش خبره، ما يعرفوش زيروات نيل تاع سابوتاج برك. من بيناتهم هذيك اللي حكينا عليها المره اللي فاتت راديو ام، هذه كانال 22 كذلك نفس الشيء. الناس يطرحوا في مشكل الموضوع ويجيب لك فيه ناس ما عندهم حتى خبره بهذاك الموضوع ولا درايه بهذاك الموضوع. موضوع تاع الدوله الجزائريه اللي راح تدير خطوه جباره انها تصوفي الجيل هذا، راهي طالع الاولاد الصغار بالتقريهم في الابتدائي اللغه الانجليزيه. وانايا على بالي واش راني نقول، مانيش نهضر هكذاك، راح تصوفي تنقذهم، معناتها يولي جيل مليح وسوليد يتعلموا اللونجلي من الابتدائي، لان اللغه الانجليزيه لغه حيه، ما سموهاش لغه حيه بوريان ديتو، لغه حيه كي تجي هنا تعيش في العالم الخارج تفهم واش معناتها. كون نجيب لك جماعه قبايل عايشين هنايا في نيويورك ولا في امريكان ولا هنا برك في تورونتو ولا اكسيتيرا، تهضر له بين الفرنسي واللونجلي يقول لك اللونجلي. انا خيرت قبايل لان القبائل بزاف اللي شتو يهضروا بالفرنسي بكري في الجزائر اكسيتيرا، مع عوامل مع احداث صارت في الجزائر ما نروحوش فيها، وحنا ما نظلموش خواتنا القبائل. القبائل ملاح، ناس ملاح، فيها رجال بزاف وهايلين. خلينا من الفئه القليله هذيك، هذيك المتعصبه اللي هذوك مساكن مرضى الله غالي. حنا ما نهضرش على القبائل فحوله، كنا حكموا القبائل اللي عايشين في الامريكان ولا في الانجليز ولا هكذا، تقولوا واش تخير بين الفرنسي واللونجلي؟ اقسم بالله غير يقول لك اللونجلي، لانهم علاه؟ لانهم عاشوها اللغه هذه وخدموا بها وشافوها وعرفوا الفائده تاعها. لغه الاستيك، ما سموهاش هكذاك سبات، سموها لغه حيه، سموها لغه حيه باسكو هي ستين لونغ، هي لونغ فيفونت بالفرنسيه، لغه حيه الاستيك، في اي ميدان تلقاها كي تخدم بها، ما عندهاش بزاف لي فيرغول لي بوين دانتيروغاسيون اكسلاماسيون اكسيتيرا، الجمله طويله لانها فيها فائده، لانها فيها معنى متكامله، الفكره مازال ما تكملش، تروح وتبقى تعمق في الفكره وتروح حتى توصل للنتيجه، ما فيهاش ديكوبير كيما الفرنسي اكسيتيرا. ولغه تاع وين تحطها تلقاها. اذا ندخلوا في الموضوع في هذه تاع قناه كانال 22، على هنايا قلت باللي اي شغل الدعم فيه مخابرات سويسريه فرنسيه اكسيتيرا، حسب المواضيع نتاعو نشك هنايا ناس تاع سابوتاج برك، سابوتيو الدوله واش دير الدوله تاعنا، كل ما دير حاجه تاع فايده نعود يقولوا هاي داروا حاجه مليحه نروح يسابوتيوها، يردوها بلي مش حاجه مليحه. اللغة الإنجليزية شوف فيها حاجة مليحة، جاب لك واحد أن جون باش يكريتيكي اللغة واش دار النظام، داير كي جابوا الجون هذا، داير الجون هذا واش لازم يدير مقدمة، المقدمة اللي دارها بدا يشكر في لونجلي، لأنه ما عندوش لا با لو شوا كيما نقولوا بالفرونسي، ما عندوش وين يروح، لازم يشكر لونجلي لأن لونجلي تشكر روحها، بدا يشكر في لونجلي ولغة مليحة ولغة تاع تقدم ولغة هكذا إكسيتيرا، ولكن قال ولكن فيما يخص الجزائر ما تلقناش لونجلي، قال لك تلقنا الفرنسي. علاه؟ لاننا نتعاملوا بزاف مع الفرنسي مع فرنسا وننتاجوا مع فرنسا اكسيتيرا. شوف هذاك التناقض، سمى الجيل هذا وقال لك نضيعوا الجيل هذا اللي يطلع، نضيعوه كنا نعلموه نحولوا الفرنسي ونديروا له لونجلي. علاه الجيل تاعو هو نجح، الجيل تاعي انا نجح،
الجيل اللي قبلي واللي وراي نجح، الجيل تاعنا كاع اللي كانت مع الفرنسي والتعريب والفرنسي والله ما نجحوا في الجزائر، حتى اللي يخرجوا ليترونجي ما كانش، علاه طورنا احنا في الجزائر بهم؟ ما كان والو، خلوا هذو عطاهم فرصه الاولاد الصغار هذو يتعلموا اللونجلي، يبداو باللونجلي والله غير ينجحوا ان شاء الله، يديروا الجيل ويبنوا الجزائر، لان هو هما الجيل اللي نتكلوا عليه بربي ان شاء الله يبني الجزائر، مش الجيل تاعي ولا مش الجيل تاع الجان هذا ولا تاع كانال 22 ولا راديو ام ولا جماعه هذو، مانيش عارف انا ناس يحشروا روحهم في امور خاطيتهم. انت يا الجزائر راح تقري ولاد من الابتدائي، باسكو الجزائر عندها مشروع باللي هذا هو الجيل اللي تكل عليه في المستقبل باش يبني الجزائر ويوقف بالجزائر، راح تعطيه اللونجلي. على راح تبني الجزائر بك انت، انت خلاص طاب جنانك ولا الاخر طاب جنانه، سي بون ابقاو لازقين في الفرنسي تاعكم، خلوا الدوله دارت ايجابيه والناس درست الموضوع، ما درستوش بوريا، درسته لقيت بلي فيه فايده. انا مع الانجليزيه مع تاع الاولاد الابتدائي داير جان هذا وهذو الناس، انا نقول لهم روحوا شوفوا رواحكم برك، علاه نجحتوا انتم في حياتكم مع الفرنسي؟ قالك كل اللي يقرروا من الانجلي ما ينجحوش، وانت نجحت تمسخيره، فينا امراض وعقد مازلنا لاصقين في الفرنسي كيما هذيك نهار في راديو الام نفس التناقض، واسمو هذاك محمد فيغولي ولا واسمو، ما عنده حتى علاقه باللونجلي وجاي كريتيكي في اللونجلي، والطفل هذا ما عنده حتى علاقه باللونجلي وجاي كريتيكي في اللونجلي. يجيب واحد كي تعرضوا ناس، هذو ناس ماربي تاع الصحفيين الجزائريين والاذاعات هذو كي يديروا موضوع، جيب ناس عندهم درايه بالموضوع هذاك، ناس اخصائيين، ناس عاشوا هذاك الموضوع، جيب لي قبائل عايشين في تورونتو، جيب لي قبائل عايشين في ماريكان، والله يعطوك الرسمي ويقولوا لك بلي لونغلي هي المليحه، اقسم بالله غير نغارونتي لكم، غير كون جيب قبائل عايشين في نيويورك ولا في تورونتو غير يشكروا لك لونغلي ويقول لك الفرنسي اوبليس انا حيها بالطريق، لانها ما فيهاش فايده، ما كان والو. لونغلي الفرنسي جاي من بلاد تاع سراقه، لي فرونسي سي سراقه عايشين بالسرقه، بلاد عايشه بالسرقه يا دين الله، تاع زوخ وفوخ برك، شعب تاع زوخ وفوخ لي فرونسي هادو. اذا هذا هو، انا نقول للناس هادو كي ديروا موضوع جيبوا الناس عندهم خبره، كي تناقشوا الموضوع تناقشوه بطريقه جيده والناس تتبعكم تتعلم من عندكم، ماشي تغلطوا الناس بناس ما عندهم حتى مفهوم، ناس جايين غير بلاطاي. جيب الناس واش عنده في الراس واش عاش في هذاك الميدان، فهذاك يقول لك واش هي المقارنه الصحيحه. هذه خاوتي، والسلام عليكم ورحمه الله.